تماما بتوقيت أسمرة إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. فخامة الرئيس السياسي يعود إلى البلاد مختتما زيارته الناجحة لإثيوبيا. البلاد تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. جهود لتنمية الثروة الحيوانية في شمال البحر الأحمر. مدمرة أمريكية تعبر مضيق تايوان وتنديد صيني بالاستفزاز الأمريكي. الإفراج عن أمريكيان كان موقفين لدى الحوثيين في اليمن. والمخابرات البريطانية تحدد دولتين تشكلان تهديداً على المملكة المتحدة. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي صباح اليوم إلى البلاد مختتما زيارة ناجحة لإثيوبيا استغرقت 3 أيام. وأجرى فخامته الرئيس إسياس أفورقي خلال زيارته بحثا معمقا ومفتوحا مع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد حول العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية، وتوصل إلى تفاهم لتعزيز تعاونهما في المجالين. وتفقد فخامة الرئيس السياسة أفورقي في زيارته برامج تنموية مختلفة، بالإضافة إلى تفقده قاعدة القوات الجوية الإثيوبية في مدينة بيشفتوا. وتبرز زيارة فخامة الرئيس السياسة أفورقي التي استغرقت 3 أيام عمق العلاقات الإريترية الإثيوبية. وكان في وداع فخامة الرئيس السياسة أفورقي صباح اليوم من مطار بولي الدولي رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وسفير إريتريا بجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية السيد سمر الرسوم. إعلان وزارة الصحة: أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 15 من أكتوبر في مراكز العزل بأقليم القشبركة إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا المستجد، وكان 6 من المصابين في مركز العزل بمنطقة أديبرة وواحدة في مركز العزل بمنطقة شامبوكو. وعاد المصابون 8 من إثيوبيا والسودان بطرق غير نظامية في الأسابيع الماضية. في قدون ذلك شفي 4 مصابون بمرض فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الطبية في مستشفيات أقليم القشبركة. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إريتريا حتى اليوم 422 إصابة، شفي منها 376، ولا يزال 46 مصاب يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة أسمرة 15 من أكتوبر 2020. أعلن قسم التنمية الحيوانات في أقليم شمال البحر الأحمر بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية في الأقليم. أوضح القسم أن المراعي نمت جيدا هذه السنة من السيول المنحدرة من الهضبة في مناطق الأمطار الشتوية، إلى جانب تنمية العلف الزراعي الحيواني. وذكر القسم القيام بأنشطة التهجين لرفع إنتاج الألبان إضافة إلى تطعيم المواشي. وأوضح توزيع المناحل الحديثة لرفع إنتاج العسل والاهتمام لتربية النحل في مديرية نقفة عامة ورور حباب خاصة لملائمتها لتربية النحل. تجري أعمال بناء مجرى تحويلي للسيول لحماية مصادر المياه والبساتين في منطقة أسماط عادي على وادي أسماط. وأوضح مدير بلدة أسند السيد عمر محمد على أن العمل الجاري بالنفير يشارك فيه 350 شخصا يوميا. وذكر الأضرار الذي ألحقته السيول بالآبار والمزارع في السنوات الماضية، ويهدف المجرى التحويلي للحد من هذه الأضرار. وأشار مراسل إرينا إلى تنمية حوالي 70 مزارع العلف الزراعي في منطقة أسماط عداي، إضافة إلى تنمية 20 مزارع البساتين في المنطقة. وتبعد أسماط عادي مسافة 1 كيلومتر إلى القرب من بلدة أسندة.
تشهد 4 إدارات ضواحي في مديرية جندة عمالا دؤوبة لصيانة الطرق الترابية المنجرفة بالتربة المختارة والحد من مجاري السيول المتسببة في إحداث أضرار على المنازل. وأشار مسؤول وحدة التنمية السيد سعيد أدحنة إلى أن الطرق التي تشهد أعمال الصيانة كانت تخلق إشكالية الحركة للإنسان والمرور، موضحا بأن هذا العمل لا زال مستمرا منذ 3 أشهر. وفيما يتعلق بالحد من مجاري السيول التي كانت تتسبب في إحداث أضرار على المنازل، تم إنجاز أعمال مهمة تمثلت في إنجاز 10,000 متر من المصاطب وأكثر من 116,000 متر من المدرجات، وكذلك 765 متر مكعب من الحواجز المائية، وأن المشاركين في النفير يعملون بالتنسيق جيد لاكتمال البرنامج قبل حلول الخريف البحري. وأضاف السيد سعيد بأن السكان قاموا بإزالة أشجار المسكيت من مسافة 20 كيلومتر في طريق أسمر مصوع كانت تتسبب في عدم الرؤية. مشاهدينا، هذه كانت أخبارنا المحلية، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلنت الولايات المتحدة أن مدمرة أمريكية عبرت مضيق تايوان في مهمة روتينية في مسارعة الصين التي تؤكد سيادتها على كامل هذا الممر البحري إلى التنديد بهذه الخطوة باعتبارها استفزازا. وقالت المتحدث باسم الأسطول الأمريكي السابع الكابتن البحرية ريان مومسون إن المدمرة قاذفة الصواريخ الموجهة USS باري نفذت مهمة روتينية في مضيق تايوان بما يتفق القانون الدولي. وتجري البحرية الأمريكية بانتظام عمليات لضمان حرية الملاحة في المضيق الفاصل بين الصين وتايوان، وهو أمر يثير دوما غضب بكين. وقال الناطق باسم الجيش الصيني تشانغ شونهوي إن الولايات المتحدة أرسلت في الآونة الأخيرة عدة إشارات غير مناسبة لإنصار استقلال تايوان تهدد بشكل خطر السلام والاستقرار. وأتى عبور المدمرة الأمريكية في وقت تسود فيه العلاقة الأمريكية الصينية توترات شديدة وخلافات عسكرية وتجارية وسياسية. أعلن البيت الأبيض الإفراج عن أمريكيين كانا محتجزان لدى المتمردين الحوثيين في اليمن. وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبريان في بيان إن الولايات المتحدة ترحب بالإفراج عن المواطنين ساندرا لولي وميكائيل جديدة، ولم يسبق لواشنطن أن تطرقت رسميا إلى عملية الاحتجاز. وقال صحيفة وول ستريت جورنال التي كشفت نبأ الإفراج عنهما إن ساندرا لولي كانت تعمل في مجال المساعدات الإنسانية حين جرى احتجازها قبل نحو 3 سنوات. أما ميكائيل وهو رجل أعمال فقد جرى احتجازه منذ نحو عام، ووفق ما أفاد مستشار الرئيس دونالد ترامب الصحفية. ووفقا الصحيفة فقد جرى الإفراج عنهما ضمن صفقة تبادل شملت أكثر من 200 عنصر يتبعون الحوثيين. قال رئيس جهاز المخابرات البريطانية الداخلية 5M الجديد إن تهديدات التجسس التي تشكلها الصين وروسيا على المملكة المتحدة تزداد حدة وتعقيدا، في حين أن التهديد الإرهابي من داعش واليمين المتطرف يستمر على نطاق واسع. وفي خطابه الأول بصفته المدير العام لوكالة التجسس المحلية، ركز كين ماكالوم على المخاطر من الدول المعادية بما في ذلك تغويض نزاهة البحوث البريطانية بشأن لقاح لفيروس كورونا، وحدد بشكل مباشر تحديات الأمن القومي المختلفة التي تطرحها الجهات الفاعلة الروسية والصينية والإيرانية وغيرها.
وقال إنها تزداد في شدتها وتعقيدها بينما تستمر التهديدات الإرهابية على نطاق واسع. في يوليو اتهمت المملكة المتحدة روسيا بمحاولة سرقة أسرار فيروس كورونا عن طريق اختراق مختبرات الأبحاث في المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، وتشمل الأمثلة على التهديد المتغير مزاعم بأن الصين حاولت التجسس على الاتحاد الأوروبي. انفجرت قنبلة بريطانية من مخالفات الحرب العالمية الثانية بينما كان يعمل على تفكيكها خبراء متفجرات من الجيش البولندي شمال شرق البلاد، وكان طاقم من القطاسين عثر على قنبلة بريطانية يبلغ وزنها تقريبا 5.4 طن في سبتمبر 2019 في ممر مائي قناة مؤدٍ إلى مرفأ شيستين خلال ورشة عمل لزيادة عمق الممر. وكانت السلطات أجلت نحو 750 شخصا منذ تحديد مكان القنبلة الضخمة على أطراف بحر البلطيق، تحديدا في منتجع سوينشي الذي كان مركزا للقوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وحاول خبراء البحرية البولندية حرق المتفجرات التي تحتويها القنبلة عن بعد، ولكن العملية باءت بالفشل ما أدى إلى انفجار القنبلة. وقال متحدث باسم البحرية البولندية إنه لم تسجل أي إصابات، بما أن الخبراء الذين كانوا ينجزون المهمة كانوا على مسافة بعيدة من القنبلة. ختام النشرة، دمتم بألف خير.